إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض
عشان البلد ده هي اللي بتنجح وبتسقط. ايه كده بس؟ طب ليه لازمته الكلام ده؟ لازمته يعني. احنا بنسمع قران. لا شوف انت عايز ده قران كريم. سمعنا بقى. سمعنا بجد يعني. ليه بتنجح وبتسقط؟ يا عم الحاج الله يرحمه. عايزك سمعنا. حاضر. الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما الظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار شكرا يا ترى النور يا ترى النور
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نسأل الله المدد نسأل الله المدد لنا ولكم لنا تقبل منا ومنكم إن شاء الله اللهم لا تخزنا يوم الأرض عليك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم
القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا رب رحمته يا رب. الطمع فيك حسنات. فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أني لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند والله عنده حسن الثواب، والله عنده حسن الثواب.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما
إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اقعد يا عم وسام يا عم وسام المفروض اختم من خمس دقايق ده واحد عايز انت عايز اول مساء وهو عاوز اول ده هو عايز طلب اخر ده انت عايز طلب وهو عايز طلب طبعا بس يا أيها
واتقوا الله. من كتاب الله واحد ولا تاني واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. أنا محاش بحبك من قبل ما تشوف فهم النهوان دو فهم الزين فهم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة الملائكة أرواح إذن الملائكة لا تموت كل من عليها فان فقالت الملائكة كل من عليها أي كل من على الأرض والملائكة في السماء إذن الملائكة لا تموت فقال الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة تلاها عليكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الهندسة الصوتية والضوئية كهرباء وأضواء أضاءت ظلمات هذا القصر عم الحاج الدسوقي الباز لا لا النور بتاع الحاج شوقي داوود النور بتاع الحاج شوقي داوود ايه النور بتاع الحاج شوقي داوود
العنوان بالداخل من كبرى الإدارة العالمية إدارة الحاج شوقي داوود الجمالية. من داخل الكبرى الفراشة وقصر الضيافة العالمي إدارة الحاج سيد إبراهيم المعامل الجمالية. كبرى الإذاعة الصوتية لصحراء الحاج دسوق الزاز شرف إدارة أسامة دسوق الزاز الجمالية.